صباح الخير البنات، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم معايا فيديو جديد، غادي نخرجكم معايا. جايين عندي شي ضيوف ان شاء الله، وغادي نخرج نتقضى شي حاجه تخصني، وخليكم معايا هذا النهار هذا. بما انه اليوم عطلة ضروري ما نخرجو ولدي شوية يلعب. هنايا كنا جينا لواحد الضيعة خارجة على المدينة، هنا يلعب شوية مع العواول وديك الشي، ومن بعد عاد عمشي واحد ورش بلاي خفيفة، من بعد عاد عمشي نتسخر. بعد ما لعب شوية في ديك الضيعة كما شفتوا معايا، هنايا كنا غادين قلبنا الطريق، هو دين دابا البلايا، نضربوا واحد الدويرة خفيفة تما. انتم كتشوفوا معايا النهار مشمس ومزيون، وعاد كنا خرجنا بكري، يعني ما بغيتش نقضيه كامل في الصخرة ديك الشي، بغيت بعدا نتساراو شوية وعاد نمشي نتسخر. اليوم الثاني الضيوف ديالي كنت عرضهم للغدا، الصراحه دركني الوقت بزاف، ما قدرتش نصور لكم كلشي، ما صورت لكم شي طريقه ديال الدريساج ديال الشلاضه، الطريقه ديال الغدا والكوتي، شي حاجه ما صورتهمش، صورت غير قليل.
المهم راه صورت لكم طريقه لي كريب والكاليت، راه خليت لكم فيديو، انا نخلي لكم الروابط هنا في صندوق الوصف. هنايا كان جا وقت الكوتي، وجدناه وجلسنا مع بعضياتنا، ضحكنا شويه صراحه. دازت عشيه مزونه، وهذا هو كان النهار ديالي مع الضيوف ديالي. وهنايا غتكون نهايه الفيديو ان شاء الله، نلقاكم باحوال جيده في الفيديو الماجي، ونتمنى يكون هذا الفيديو هذا عجبكم. شكرا وبسلام عليكم.